صباح الخير. القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس بشأن اليمن احتل صدارة صحف بيروت التي أولت أيضا اهتماما للجلسة العاشرة للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله. هذان العنوانان وغيرهما سأتابعهما في حلقة اليوم مع رئيس حركة الناصريين الأحرار دكتور زياد العجوز، سفير النوايا الحسنة بتكليف من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج. دكتور عجوز، من جديد صباحك بالخير، أهلا وسهلا بك. بالحدث الإقليمي وبالعنوان الإقليمي سنستهل الحلقة بكاريكاتير لحسن بليبل بجريدة الديلي ستار، رسم الإمام خامنئي بثياب عسكرية يحمل بيد درع قدمه الأمريكي وهو يحمل عنوان اتفاق الصواريخ، ويشهر باليد الأخرى صاروخ S-300 قدمه الروسي، وماضيا نحو العالم العربي أمام جسر الميليشيات الموالية لإيران. المشهد في المنطقة انطلاقا من هالكاريكاتير كيف ممكن تقول؟ المشهد في المنطقة ليس بجديد، يعني هناك طموح عند النظام الفارسي الإيراني لإعادة تكوين إمبراطوريتهم الفارسية، وهذا هم لم يخفوه، يعني قادتهم لم يخفوه. نعم. وللأسف الشديد نجد أن هناك تعاون دولي على حساب الدول العربية، لأن الدول العربية كانت مفرقة لم تكن موحدة فاستضعفونا، ولكن جاءت عاصفة الحزم اليوم لتقول بأن العرب بإمكانهم أن يتوحدوا، بإمكانهم أن يضغطوا، أن يفرضوا حقوقهم، أن يفرضوا أمرهم الواقعي الطبيعي، أن يدافعوا عن حقوقهم وعن سيادة أراضيهم ووحدتهم في وجه المؤامرة الصهيوفارسية. لماذا نقول الصهيوفارسية؟ لأن أعداء الأمة العربية هم الصهاينة وهم الفرس في هذه الأونة. نعم، ولكن ألا توافق من يقول أنه بمكان ما إيران استغلت غياب الدور العربي الفاعل، أو غياب مثلا امبارح شارل أيوب بالديار بيقول أنه لو كانت الدول العربية عم بتقوم بدورها كما يجب ما قام فرقاء من هذه الدول صحيح بطلب مساعدة إيران؟ صحيح صحيح، يعني للأسف الشديد أن إيران لم تستغل فقط الغياب العربي، بل سعت إلى تغييب الدور العربي عبر فلولها وعبر تجارتها بالقضايا المقدسة العربية، ويعني تجارتها بالعنصر الطائفي والمذهبي. استطاعت أن تتغلل ضمن المجتمعات العربية لتزرع الفتن وتزعزع الأمن الداخلي وتغيب العرب عن قرارهم الطبيعي الوحدوي. يعني عملت هي أزمة، أزمة بالقضية الفلسطينية، أزمة بلبنان، أزمة بالعراق، أزمة باليمن، أزمة بسوريا، فضعضعوا العرب. ولكن يعني نحن متأخرين، العرب قاموا بدورهم متأخرين بالوحدة، ولكن يعني أفضل من أن لا نقوم بأي شيء، خير من أن لا يأتي أبدا. لا نبدأ يعني. توصيفك لما يجري اليوم في المنطقة، هل هو كباش مذهبي أم سياسي؟ هو في الحقيقة ليس كباش مذهبي حقيقي وليس كباش سياسي، ولكنه كباش قومي. هناك صراع بين العروبة وبين الفرس. الفرس كما قلت يعني أنهم يتاجرون بالقضايا القومية، يتاجرون بالقضايا المقدسة، يتاجرون بالقضايا المذهبية والطائفية لعناوين يعني قومية محض، يعني هم همهم الأساسي هم الفرس، يعني إعادة الإمبراطورية الفارسية عبر تمسكهم وعبر اتجارتهم بالموضوع المذهبي والطائفي والتغلغل. وللأسف الشديد أنهم استطاعوا عبر بس الحقد الطائفي والمذهبي أن يتغلغلوا ضمن الساحة العربية، أن يوجدوا التفرقة بين السنة والشيعة، ولكن في حقيقة الأمر أننا في صراع قومي بين الحفاظ على الهوية العربية والدفاع عنها، وبين أن نستسلم للخطر الصهيوني والخطر الفارسي. وأنا أرى في هذه المرحلة أن الخطر الفارسي أشد علينا من الخطر الصهيوني، لأنهم أصبحوا داخل مجتمعنا، تغلغلوا داخل المجتمع العربي عبر تجارتهم بالمذاهب وعبر تجارتهم ببعض الفلول التابعة لهم، وهذا ما نراه ولمسناه في لبنان وغير لبنان. وفي قرار مجلس الأمن بهذا المعنى واللي عنونت عليه اليوم الصحف ومنها جريدة الشرق الأوسط، إذا مجلس الأمن أحكم التوق على المتمردين الحوثيين بموافقة 14 من دوله الأعضاء على مشروع قرار تحت الفصل السابع يطالب المتمردين باليمن بالانسحاب من جميع المناطق وتسليم السلطة دون قيد أو شرط. هل قرار، هل تعتبره مفصل؟
بالأزمة اليمنية؟ نعم، إنه مفصل تاريخي. يعني مجلس الأمن لن يستطيع أن يعارض الوحدة العربية. يعني كيف بده يترجم هذا القرار؟ يترجم أولا صار في غطاء شرعي، غطاء نعم. دولي لعاصفة الحزم، هذه أولا، رغم أن العرب لم ينتظروا قرارا دوليا ولا قرارا أمميا ليدافعوا عن حقوقهم وعن سيادتهم وعن أمن منطقتهم، ولكن بوحدتهم استطاعوا أن يفرضوا حقهم عند مجلس الأمن الدولي، عند أكبر منبر. كيف يترجم على أرض الواقع؟ الأيام المقبلة يعني ستحدد لنا ماهية هذه الترجمة. هل وأعتقد يعني أنا أعتقد نعم. ولقد يعني كنت في زيارة إلى القاهرة والتقيت العديد من الشخصيات هناك، أعتقد أنها ستترجم على الأرض بأنها ستنتقل من الحرب الجوية إلى حرب برية في الداخل. هون قبل ما بدي أسألك عن زيارة القاهرة، لسيما بظل الحراك يعني اللي عم تشهده العاصمة المصرية هالأيام، ولكن بالنسبة للقرار، شو بيمنع أنه الحوثيين يتعاملوا مع هالقرار مثل ما تعامل مثلا حزب الله بلبنان مع قرارات سابقة تحت الفصل السابع ومن المحكمة الدولية، يعني ما اعترف فيها من الأساس؟ يعني شو بيمنع أنه يكون الوضع ممكن؟ نحن لا ننتظر رد فعل على قرارات دولية، علينا نحن كعرب أن نقوم بالمبادرة الطبيعية. نحن اليوم أقدمنا على عاصفة الحزم دون الرجوع إلى قرار أممي أو قرار دولي، سنستكمل المشوار ولن تتوقف العاصفة عند اليمن، عند حدود أقليم اليمن، بس ستنتقل إلى المنطقة العربية كلها. سوريا يعني بتقصد؟ ستنتقل إلى، وأنا أؤكد بأنها ستنتقل إلى المنطقة العربية كلها، لأننا يعني بتنا أمام قوسين، إما أن نكون أو لا نكون. هم يضربون بعرض الحائط كل القرارات الدولية وكل القرارات الأممية، يعني ما مشكلة، ليست مشكلة لا. ولكن بالنسبة لنا إن كان هناك ضوء أخضر أممي أو لم يكن هناك ضوء أخضر أممي، على العرب أن يستكملوا مبادراتهم، أن يستكملوا حزمهم ليحسموا لا. الموقف، لأننا كما قلت أمام تحد هائل، هويتنا العربية في خطر. جريدة الأخبار يلي اعتبرت أنه مجلس الأمن شرعاً العدوان كما كتبت، قالت انه اعضاء المجلس باستثناء روسيا وقفوا بصف الحرب، وبدا موقف روسيا محل استغراب. ليش الموقف الروسي نحى بهذا الشكل؟ هل هو كمان استكمال لموقف روسيا بالنسبه للازمه السوريه؟ اولا، موقف الروسي في المنطقه من ضمن الازمه في منطقه الشرق الاوسط هو امر يعني ملتبس وامر مشبوه، يعني نراهم تارة مع قضايا محقة وتارة ليسوا ضد هذه القضايا، يعني يسعون إلى أن يكون لهم موطئ قدم في هذا الصراع الموجود في المنطقة عبر اللعب على التناقضات. فهم مجرد أن يرفضوا أمام يعني هو يعني دولة واحدة أمام 15 دولة، رفضوا فقط ليقولوا أننا نحن موجودون. يعني جريدة المستقبل يعني بالموقف الروسي بتقول أنه روسيا وجدت نفسها بموقع عدم القدرة على استخدام الفيتو ضد القرار الذي يدعو الحوثيين وأنصار رئيس المخلوع للانسحاب من المناطق التي سيطروا عليه. طب لماذا لم تستخدم حق الفيتو إذن؟ عم بتحافظ على شعرة معاوية بعلاقاتها مع الدول العربية فقط، ولكن مجرد ما هي يعني بهذا الوضع اللون الرمادي مرفوض، اما ان يكون ابيض واما ان يكون اللون الرمادي يخدم الانفصاليين يعني. لا، اللون الرمادي لا يخدم، هم يعني يريدون ان يبقوا على شعرة معاوية في الحفاظ للتلاعب عليها بين الدول العربية وبين يعني المشروع الفارسي في المنطقة. يعني مصلحتهم تكمن اين مصلحة الروس الان تكمن مصلحتهم. يعني انا ارى بان مصلحة الروس مع العرب، عليهم أن يدركوا بأن مصلحتهم مع العرب ومصلحة كل الدول الكبرى مع العرب لا يراهن على غير العرب. العرب اليوم في مفصل تاريخي، في مرحلة تاريخية، يستعيدون قوتهم، يستعيدون دورهم. من مصلحة كل الدول أن تتعامل مع الدول العربية على أساس أنهم وحدة قوية بإذن الله. الأستاذ رفيق خوري اللي اعتبر أنه تحدي اليوم هو أمام مجلس الأمن نفسه، سأل كيف ممكن يتطبق هذا القرار، كيف يطبق المجلس العقوبات على صالح وزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، كيف يمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين. يمكن كنا عم نحكي عن هذا الموضوع، وكل من يعرقل الحل السياسي يعني بيسأل إذا ما كان في هنالك ثمن للتطبيق وثمن للرفض. يعني ممكن، يعني نحن عشنا بأجواء مختلفة سابقا ضمن القرارات الدولية وكيفية تنفيذها وكيفية إلقاء القبض على هذا الزعيم أو ذاك. هناك من الإمكان أن يكون هناك يعني تبادل مصالح في هذا الشق، ولكن حكما بأن نجل الرئيس اليمني المخلوع يعني إلى نهاية، إلى زوال، هو والحوثي ومن لف لفهم،
ليس بقرار دولي وليس وفقا لقرار المنطقة السابعة ولكن لقرار عربي. عربي. بدي ارجع هون لمصر، امبارح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بحسب جريدة الشرق الأوسط، واتفقوا على تشكيل لجنة لتنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على الأراضي السعودية بمشاركة دول خليجية وعربية. اولا اجواء القاهرة كيف ممكن تنقلنا اياها؟ حضرتك امبارح نعم انا امبارح وصلت من القاهره، كانت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، زرت القاهره والتقيت مستشاره الامن القومي السفيره فايزه ابو نجا وامين عام مجلس الامن القومي في رئاسه الجمهوريه السفير خالد البقلي. بالطبع كنا تناقشنا في الامور الدوليه والامور المحليه والاقليميه، وخصوصا يعني اخذت منا نقطه اللي عم بيصير بمنطقه اليمن على الحدود السعوديه، اخذت منا الدور الكبير. أكيد في هناك واضح أنه هناك في تفاهم عربي كبير، في تناغم بكل الأدوار وخصوصا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وهذا التناغم يصل إلى مرحلة التكامل بين تلك الدولتين الكبيرتين. نحن يعني عندما نقول التكامل بين مصر والسعودية ليس على المستوى العسكري فقط، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. يعني عودي يعني مصر عم تجرب ترجع تلعب الدور يلي كانت تلعبه بوقت سابق بالمنطقه، ولكن على مستوى اكبر، على يعني مستوى اكبر، يعني ليست لوحدها ولكن بتكاملها مع المملكه العربيه السعوديه سيكون هناك دور للعنصر العربي في المنطقه، دور كبير على امل ان يستكمل هذا التحالف الكبير على مستوى كل الدول العربيه دون استثناء. نعم. ولكن هون السؤال دكتور عجوز، كل الدول العربيه منهم لبنان اليس كذلك؟ نعم. ماذا لو طلب من لبنان اكثر من مجرد موقف؟ شو يعني بيصير بلبنان؟ لبنان خصوصيه وهم يدركون، يعني القياده المصريه والقياده السعوديه والقياده العربيه يعني يدركون وضع لبنان الماساوي، باننا يعني لا يوجد رئيس جمهوريه، نحن نعيش في فراغ سياسي كبير بسبب تسلط حزب الله، حزب ايران في لبنان، اليد العسكريه للحرس الثوري الايراني في لبنان، نحن بسببهم نعيش هذه الحاله من الفراغ وهذا الحاله من التسلط، لا نستطيع ان نقدم باكثر من الموقف الذي اقدم عليه رئيس الحكومه تمام سلام في القمه العربيه الاخيره، ولكن نعم. هذا على المستوى الرسمي نعم. ولكن على المستوى كقوى سياسيه وقوى شعبيه لا، نحن نستطيع ان نفعل الكثير، نحن فقط ننتظر القرار السياسي ونتمنى ان يكون هناك قرار سياسي كبير لنستعيد زمام الأمور إلى بين أيدينا. فما نعيشه اليوم هو أمر خاطئ. نحن في لبنان، في لبنان نعم. نحن لسنا فئة قليلة ولسنا فئة ضعيفة نعم. ولكن نحتاج إلى قرار سياسي لكي نستعيد المبادرة. قرار سياسي كيف يعني؟ بشو قرار سياسي كبير لكي نستعيد، يعني نستعيد زخمنا، نستعيد قوتنا، نستعيد أكثر من الموجود اليوم؟ يعني لا يوجد قرار سياسي حقيقي يعني على المستوى العربي لدعم قوى 14 أذار وثورة الأرز للأسف الشديد. لماذا؟ يعني سمعنا من بعض الأطراف أنهم يضعون لبنان ليس ضمن أولوياتهم، ولكننا في الحقيقة نقول بأن لبنان يجب أن يكون لبنان ضمن أولوياتهم، لأن رأس الأفعى موجود هنا في لبنان لهذه الدرجة؟ نعم رأس الأفعى موجود في نعم لبنان. نعم بس رأس الأفعى يعني هذا يلي عم تحكي عنه عم بيتم التحاور معها هلأ لاحقا بالحلقة، رح نحكي عن الحوار بجلسة العشرة بين حزب الله وتيار المستقبل، بس تضل بهذا مكره أخاك لا بطل. هذا الحوار مين من تيار المستقبل؟ نعم يعني نعم مكره؟ مكره أخاك لا بطل، يعني تيار المستقبل يرى في هذا الحوار، هو يدرك، أنا أعتقد أنه يدرك في الصميم بأنه لا جدوى من التحاور مع حزب الله سوى تخفيف من التشنج والاحتقان الداخلي. سنعود للبعد اللبناني بهذا الموضوع، ولكن بما يتعلق بالمشهد في المنطقة اليوم، عبد العزيز تويجري كتب بجريدة الحياة عن خامنئي ونصر الله ومخطط ينهار، قال إن شعورهما بانهيار مخططهما الطائفي في اليمن اللذين عملا على إحكامه جعلهما يتوتران ويكيلان الشتائم للسعودية ويتهمانها بالاعتداء على الشعب اليمني. بالمقابل السفير السعودي في لبنان علي عواد عسيري جدد بحديث للينا فخر الدين بجريدة السفير أن حزب الله في بلده وليس في اليمن الذي له رجالاته، واليمن ليس شأنا لحزب الله.
ارتفاع سقف المواقف السياسية يعني بلبنان بشكل خاص، هل هو رسائل متبادلة بين السعودية وإيران؟ أولا كما قلت بأن حزب الله سقط القناع عنه، لم يعد حزبا مقاوما حزبا لبنانيا، بل هو حزب تابع لولاية الفقيه مباشرة واليد العسكريه للحرس السري الايراني في لبنان. ولم ينفي ذلك باي حال من البدايه. انا بس هو بيقول انا كحزب لبناني، انا عم بقول لك انا حزب لبناني لانه بيجي قراراته وقناعاته وفقا لاوامر ولايه الفقيه، وهذا ما تسرب مؤخرا وجاهروا به، يعني وجاهروا به عندما يشتمون المملكه العربيه السعوديه، فهذا يعني ادنى درجات التعاطي السياسي، التعاطي السياسي، ولكن هذا يدل على حرجتهم، يعني هم محرجون بشكل كبير. لم يتوقعوا بأن المملكة العربية السعودية قد تقدم على هذا، ولم يتوقعوا أن الدول العربية ستحصل على هذا الالتفاف العربي الكبير. نعم سيندمون كثيرا على كل كلمة قالوها بحق الدول العربية، بحق المملكة العربية السعودية. كيف ليش رح يندموا؟ الأيام المقبلة ستريهم يعني ماذا سيحصدون من زرعهم هذا. لأن يعني ممكن الواحد أن يسكت قليلا، أن يصمت بعض الوقت، ولكن ليس لفترة طويلة، خصوصا أن هناك متغيرات كثيرة في المنطقة. نحن ننتظر حسن نصر الله يوم الجمعة سيتحدث قال أنه سيتحدث دعما لليمن. نعم. عن أي يمن يتحدث؟ عن اليمن التابع للإمبراطورية الفرنسية، عن دعم ولاية الفقيه في اليمن، عن دعم ميليشيا ومرتزقة الحوثيين في اليمن. نحن الاوروبيون الذين يحق لنا الدفاع عن اليمن. يعني هلا اليمن عربيه وليست فارسيه. نقول لحسن نصر الله ولخامنئي ولولاية فقيه، اليمن عربيه عربيه عربيه، وليست ولن تكون يوما تابعه للنظام الفارسي كما هو لبنان. رغم اننا نعيش اليوم في تسلط سلاح مذهبي في لبنان، ولكن ايضا لبنان عربي والعراق عربيه وسوريا عربيه، فبئس امبراطوريه فارسيه. اليوم بهذا الاطار الياس الدايري بجريده النهار بيقول الحق مع السفير السعودي حين يسأل أين مصلحة لبنان واللبنانيين في التهجمات والمواقف العدائية التي يصر عليها فريق معين من اللبنانيين، إنهم يعارضون المصلحة هذه لمخاطر عدة. هل في خوف على مصير اللبنانيين وعددهم أكثر من 500,000 في الدول العربية؟ يعني أنا بدي أقول لك سر، أحد الأصدقاء الخليجيين اللي أنا بعتز فيه وبفتخر فيه اتصل فيه قال لي يعني في 1.5 مليون لبناني عم يشتغلوا بالخليج، يعني إذا ضلوا هيدا التهجم يعني مصير 1.5 مليون لبناني على مهب، ما فارق معهم لا سني لا شيعي لا مسيحي، في مصير 1.5 مليون لبناني على المحك، مين حيتحمل مسؤوليتهم؟ حيتحمل مسؤوليتهم اللي عم يشتم دول الخليج؟ حيتحمل شيء هيدا المذهب اللي تابع له هيدا اللي عم يشتم دول الخليج؟ ولا حيتحمل مسؤوليتهم اللبناني اللي ما قادر يدافع عن دول الخليج لأنه محكوم بأمر الواقع، أمر التسلط حزب الله؟ نحن عم نقول لدول الخليج، لأخواننا، لقادة دول الخليج، لو سمحتوا نحن في خصوصيه بلبنان، ما تدفعوا الشعب اللبناني والمواطن اللبناني اللي هو منه قادر ولا هو متبناه ولا هو حامل همه. بالعكس حزب الله بده يوصلنا لهالمرحله، بده يوصل انه اللبناني يدفع الثمن لحتى يزيد الحقد، او يلعب على هذه الوتيره لزرع الحقد بين اللبنانيين وبين دول الخليج. ولكن مهما فعلوا دول الخليج هذا من حقهم، يعني بيرجع بقول لك هذا من حقهم. يعني واحد عم ينشتم، عم بيعمل خير، عم بيقدم الخير، عم ينشتم. واحد قدم 3 مليارات للجيش اللبناني وقدم فوق مليار للقوى الامنيه، عم بينشتم وبابشع هذا. واحد بيقول عن الملك السعودي قزم، مين انتم؟ انتم الاقزام، انتم الاقزام، انتم اللي انتم سادتكم الاقزام. لا السعوديه قزمه ولا الدول العربيه، ما علي نحن عمالقه. يعني ما هو عمالقة. المشكله ما بقى في ضوابط بالخطاب السياسي دكتور عجوز في لبنان، يعني انتراء مما تتفضل. باي حال الحوار بجلسته العاشرة ومواضيع أخرى منها يمكن الاستحقاق الرئاسي مفتاحه أين هو موجود اليوم بعد التوقف مع أول فاصل وعودة لمتابعة هذا الحديث مع دكتور زياد العجوز. الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل والقصف الكلامي يلي عنوان عليه اليوم أرماه حمصي كاريكاتير جريدة النهار ببداية هذا القسم، حيث رسم رئيس بري يحمل مظلة فوق طاولة الحوار لمنع سقوط ميكروفونات طائرة
على الطاولة، يعني اكتفى برسم ميكروفونات مش قذائف أو صواريخ. قديش أول شيء ليش الرئيس بري عم بيتبرع للعب هذا الدور؟ وثانيا قديش هالمظلة رح تقدر تضل ترد هالهجمات ولو كانت بالسياسة؟ أولا الرئيس بري شئنا ما بينه هو لبناني وعروبي، يعني هذه تحدد دوره الذي يلعبه لتأمين يعني أقصى درجات الحفاظ على مبدأ الحوار الأساسي وهو منع التشنج على الساحة اللبنانية. نعم. عندما يرفع هذه المظلة هي معبرة جدا، ولكن إلى متى سيسمح له حزب الله برفع هذه المظلة؟ هذا السؤال يندرج ضمن في مدى معين ضمن ما نراه اليوم من خلافات داخلية. نعم. وهناك يعني من يتابع على أرض الواقع هناك تشنجات في الشارع. نعم. بين مجموعات تابعة للرئيس نبيه بري والمجموعات التابعة لحسن نصر الله، وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يدرك بأن هناك شيء جديد، شيء ما، يعني تحية لعروبة نبيه بري. هل في لحظة سياسية معينة برأيك حزب الله نطرها كي يعني ينسحب من هذا الحوار، كي يعني على غرار ما تبنى اعلان بعبد رجع انسحب منه، انه في لحظه سياسيه معينه؟ حزب الله يمكن نهار الجمعه لما يطلق كلمته حسن نصر الله هو يفجر الحوار من اساسه، لانه انا اعتقد انه سيقول كلام يعني لن يستطيع، سيخجل تيار المستقبل ان يجلس. نعم. معه على نفس الطاوله بعد الكلام الذي سيقوله نهار الجمعه. وإذا قال كلام كبير وجلس مع تيار المستقبل فليسمح لنا تيار المستقبل يعني في هذا الأمر. جريدة المستقبل بتقول اليوم أنه استهلت جلسة الأمس برسالة من الرئيس بري تمنى فيها على المتحاورين تخفيف الحد إذا ما تعذر الخوض بتهدئة إعلامية بين التيار والحزب، واتفقوا بالنهاية على استئناف الحوار بأربعة أيار المقبل. يعني رح تكون في جلسة رقم 11 إلا إذا يعني مثل ما تفضلت يعني وقلت. أعتقد بأن حزب الله لا يريد، يعني يريد أن يحرج تيار المستقبل ليخرجهم من هذا الحوار، والإحراج يكمن في السياسة، هي سياسة التصعيد ضد دول الخليج العربية وتحديدا. نعم. ضد المملكة العربية السعودية. نحن نرى في الوقت الذي يشتم فيه حسن نصر الله وزبانيته المملكة العربية السعودية والسفير السعودي، نرى أن الرئيس نبيه بري يستقبل السفير السعودي مرتين خلال أسبوع ويأخذ معه مبادرة، وهي مجرد اللقاء ومجرد. طب ليش اعتبرت أنه موقف رئيس بري عروبة ومناقض يمكن لموقف حزب الله بوقت البعض بينظر إليه كتوزيع أدوار بين الركنين السياسيين؟ من يعرف خلفية ماذا يحدث يدرك بأن هناك ثقافتان، ثقافة عروبية وثقافة فارسية. نعم. ولكن في لبنان ميزان الثقافة العربية هو الذي سينتصر. وجهت وكأن هيك لوم غير مباشر لتيار المستقبل على مواصلته الحوار. أيوة. بس اليوم عون الكعكة بالشرق بيسأل شو هي خيارات تيار المستقبل سوى تخفيف حدة الاحتقان السني الشيعي، علما أنه هذا هو أول هدف من الحوار في هذه المرحلة. نحن نعيش في لبنان، عشنا 7 من أيار وعشنا صور انقلاب القمصان السود. حزب الله لا تستطيع ائتمانه، يعني يمكن مبادرة حسن النيل عم بقوم فيها تيار المستقبل مشكور فيها، ولكن ما فيك توصي بحزب الله. ما هي الخيارات البديلة؟ القتال؟ لا، إذا ما قعدوا بالحوار حيصير في قتال. مين قال لك إذا ما في حوار؟ ولكن الحوار في ظل تصعيد وشتم هو انصياع. ما عليه، في فرق بين الحوار وبين الانصياع. ليش انصياع؟ يعني الحوار ما بيشكل جسر أمام من يريد أن يزعزع الوضع على الساحة اللبنانية؟ يعني في عندك أنت نظريتين. نظرية بتقول أنه نحن إذا قعدنا مع حزب. نعم. الله ممكن نحن نخفف هذا الاحتقان، هذا مشكور، ولكن حزب الله لا تستطيعين أنت الثقة به، لا تستطيعين الوثوق به. يعني هو عندما يؤتمر يأخذ قراره، يعني يضرب بعرض الحائط الحوارات كلها، يعني يضرب بعرض الحائط ما يكون به تيار المستقبل. مشكور على جهوده لتخفيف، يعني نواياه صافية، نواياه رغم كل التناقضات. نعم. لكن هناك نوايا صافية لدى تيار المستقبل. ولكن أنا أشكك، ليش أشكك، أنا أؤكد بعدم مصداقية حزب الله في هذا الحوار. بالمقابل هيام الصيفي اليوم بالأخبار دكتور عجوز بتقول أنه المستقبل عم بخوض معركته مع إيران والحزب من خلال التدخل السعودي باليمن، ومن خلال مواجهة الرياض لدور إيران وحزب الله والحوثيين معا على أرضها. والمستقبل بيعرف أن لا قدرة لديه على مواجهة الحزب بلبنان.
من أجل ذلك؟ أولا يعني حزب الله القدرة العسكرية ما حدا بيقدر يفوت فيه بالقدرة العسكرية اللي هو قاعد عم يتمسك فيها، هي سلاح حاططها مثل سيف فوق رقابنا كلنا. يعني حزب الله هو سلاح، هو تنظيم إرهابي منظم ميليشيوي شو بدك صار فينا نسميه، حاطط السيف على رقابنا كلها، ويا بده مثل ما بده هو بيمشي، يا بده يعني هو عم بيسير الأمور. تيار المستقبل وكل القوى الثانية الأخرى ليست لديها ميليشيات عسكرية، وليست نحن نؤمن بالدولة، نؤمن بالجيش اللبناني، نؤمن بالمؤسسات العسكرية التي هي يجب أن تقوم بدورها لحماية لبنان ولوقوف مع إرادة الشعب اللبناني في هذا الصراع. نعم حزب الله، أنا قلت لك أن حزب الله هو اليد حرس الثوري الإيراني في لبنان وفي المنطقة. حزب الله هو الذي صدر مرتزقته إلى سوريا، إلى العراق، إلى اليمن. نعم، ولكن عندما تهاجم إيران دكتور عجوز، يعني والوزير مشنوق امبارح بحسب جريدة النهار ألقى خطاب استبائي حمل فيه على إيران وحلفائها، كمان مش عم بتهاجم دولة أجنبية يمكن البعض من اللبنانيين بيعتبروها صديقة، يعني هون بشو بيختلف موقف قوى 14 أدار وتيار المستقبل عن موقف حزب الله وحلفائه؟ أولا واضح، سؤال حلو، نحن ما عم نتدخل بالشؤون الفارسيه، هن اللي عم يتدخلوا في الشؤون العربيه، نحن من حقنا كدول عربيه ندافع عن الدول العربيه، هن ما لهم موطئ قدم عنا. فنحن من حقنا ندافع ونشوف نحن اي جهه عم تدعمهم نحن ندافع، اللي واضح انه اللي عم بيزعزع الامن بالمنطقه هن النظام الفارسي الايراني، هم اللي عم بيتدخلوا بدورنا، نحن شفتينا حدا نتدخل جوا بقلب النظام الفارسي الايراني جوا عندهم بالصراع القوميه الداخلي، ولا يا ريت نقدر هم يقولون انه عم يدعموا فئات من الشعب مش ايرانيه اللي عم يقاتلوا باليمن او بسوريا او بلبنان، حتى لبنانيين ويمنيين. أولا الدعم السلاحي والاستراتيجي واللوجستي هو من حرس الثوري الايراني ومن فيلق القدس، هم الموجودون، هم الذين دربوا، هم الذين جهزوا، هم الذين امدوا، هم الذين زرعوا الفكرة، هم الذين أنشأوا التعبئة الفكرية، التعبئة المذهبية، تعبئة ولاية الفقيه. يعني هم في صراع، أنت تقول لي أنت يمني مع اليمن ولا مع ولاية الفقيه، أقول لك أنا مع ولاية الفقيه، ولاية الفقيه بالنسبة له أهم من وطني، من اليمن. بأي حال معنا بكل الدائرة، يعني في لبنان وفي هذا. تفضل معنا عضو كتلة المستقبل نائب الأستاذ جون أوغسابيان عبر الهاتف حتى نسأله رأيه بما كنت تتفضل به بالفرق بين الحوار والانصياع مثل ما سميته. معالي الوزير أوغسابيان صباح الخير. صباح الخير، وصباح الخير لضيفك الكريم. صباح النور وكل المشاهدين. يعني انطلاقا من ما كان عم بيقوله دكتور زياد العجوز انه يجب التفريق بين استمرار الحوار او ما اعتبروا انصياع، اليوم كمان الصحف القريبه من فريق 8 اذار منها جريده السفير اعتبرت انه المستقبل عنده ازدواجيه سلوك يتأرجح بين استكمال الحوار ومواصلة التصعيد الشعبوي بالوقت ذاته. أما جريدة الأخبار فنقلت عن مصادر بتيار المستقبل خشيتها من أن يرفع السيد نصر الله سقف خطابه مجددا يوم الجمعة إلى حد لا يستطيع بعده المستقبليون تبرير حوارهم مع حزب الله. ما هو تعليقك؟ بداية بدي أكد أنه الحوار بالنسبة لنا خيار استراتيجي، ونحن مستمرون بالحوار أيا كانت المواضيع الخلافية وكيفما تشعبت. هلأ بنفس الوقت نحن موقفنا واضح أنه إذا في هناك من مسائل ومواضيع بتعرض لبنان للخطر أو توضع لبنان بمواجهة الأصدقاء العرب، بده يكون إلنا نحن موقف وإلنا كلمة، ونحن أصحاب رأي وأصحاب فكر وأصحاب قلم. نحن لا نستعمل السلاح ولا نلجأ إلى القوة، ولكن بنفس الوقت هذا لا يعني أنه ليست لدينا قضايا أساسية وطنية وعربية ندافع عنها، وسنبقى على موقفنا. وأما الكلام أن هناك في ازدواجية، ما في ازدواجية أبدا. نحن من الأساس أكدنا أنه توقعاتنا بالحوار محدودة للغاية، من الأساس أكدنا أنه الحوار هو بهدف إنقاذ لبنان أو حماية لبنان في ظل التفجيرات الحاصلة بسوريا والعراق واليمن وأكثر من منطقة عربية. ما لنا وسيلة إلا لنقول للشريك الآخر اللبناني انه ادائك بالخارج عم بيعرض لبنان للخطر، خياراتك السياسيه عم توضع لبنان بمواجهه الاخوه العرب، ونحن لدينا مصالح استراتيجيه كبرى مع هذه الدول،
وبنفس الوقت لنأكد له أنه لبنان بخطر، علينا أن نتفق حول حد أدنى من المسائل التي يمكن أن تحمي لبنان في مرحلة البراكين التي تتفجر حولنا. يعني بالنسبة لموقفكم من الحوار، مهما كان كلام السيد نصر الله أو مهما سيكون عليه الكلام يوم الجمعة، تيار المستقبل متمسك باستمرار الحوار، ومن أجل ذلك حددت جلسة بأربع أيار المقبل. صحيح صحيح، أيا كان موقف سماحة السيد أو موقف أي طرف آخر، نحن مستمرون بالحوار، ولكن بنفس الوقت نؤكد أنه ما في شيء اسمه هدنة إعلامية بالمطلق. نعم، نحن نعم مع التهدئة، ما في شيء يعني أنه بيمنعنا أنه نقدر ندافع عن كل القضايا اللي بنعتبرها نحن قضايا مصيرية، هي من مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين، وهي من مصلحة الديمقراطية في لبنان ومصلحة هذا النظام الديمقراطي ومصلحة الطائف والميثاق الوطني. وبالتالي نحن نعتبر أنه المواقف التي أعلنت والتي قد تعلن بحق المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية، نعم، هذه بتضر وبتسيء لمصالح لبنان وتوضع لبنان بمواجهة مع الأخوة العرب اللي كانوا دائما إلى جانب لبنان بأحلك المواقف وأحلك الظروف، وما عندنا ولا أي مصلحة اليوم على كافة المستويات أنه نحن من أجل مصلحة إيرانية وأجندة إيرانية ومشروع إيراني ومن أجل خلافات وصراعات في أكثر من دولة عربية أنه لبنان يدفع الثمن. طيب ماذا لو كان موقف إيران وحزب الله هو الانسحاب من الحوار، شو بصير؟ فليتحمل مسؤولية ذلك، نحن مستمرون بالحوار. شو بصير على الأرض معالي الوزير؟ بتخاف على من الأرض؟ البلد بصير بوضع بغاية الخطورة أكثر ما هو اليوم، في معطيات كتير بتدل انه الوضع الامني ليس بخير كليا يعني. نعم. مع طبعا تشديدنا وتأكيدنا ودعمنا ووقوفنا الى جانب الجيش اللبناني وقيادة الجيش وكل المؤسسات الامنية، ولكن هذه المؤسسات الامنية والعسكرية بحاجة الى مظلة سياسية، بحاجة الى دعم معنوي سياسي، دعم سياسي ودعم مادي وتجهيزات، وبنفس الوقت بحاجة إلى تهدئة داخلية لتقدر هذه الأجهزة أن تنفذ مهامها. نعم. بدي أشكرك معالي الوزير جان أوغستابيان، عضو كتلة المستقبل، على أمل أن نكون في إلنا لقاء باستوديو. شكرا جزيلا لك. دكتور زياد، ما بعرف إذا عندك تعقيب على اللي قاله معالي الوزير. يعني هذا الفرق بين الثقافتين، ثقافة تيار المستقبل وثقافة حزب الله. ثقافة تيار المستقبل هي ثقافة دبلوماسية، ثقافة هادية، ثقافة حزب الله هي ثقافة ميليشياوية. يعني نعم. شوف كيف تفضل معالي الوزير وكيف حكي بكل أخلاق عالية، رغم أنه أنا بعرف أنه هو بداخله يدرك بأنه مش هذه هي الحقيقة. لو ضولون العشرة لحزب الله، حزب الله هو لما يريد أن يقلب الطاولة هو اللي بيقدر يقلب الطاولة، لأنه معالي الوزير أوغستابيان معروف من زمان أنه هو يدعو إلى الحوار وينشد التهدئة. يعني لا بس لفت نظري، هو قرار استراتيجي، قرار استراتيجي أنه نقعد مع ناس عم بيشتمونا ويشتموا قادتنا وأسيرنا، ما عليه صعبة، أنا ما بقبل على نفسي. يعني الرئيس الحريري بحسب اللواء سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل بإطار جولة تشمل عواصم غربية أخرى لإجراء مشاورات مع المسؤولين بهذه الدول حول الأوضاع بالمنطقة والجهود المبذولة لتحسين الوضع اللبناني، سواء بالنسبة للحوارات أو بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الاستحقاق الرئاسي، موقف العماد عونو اليوم في تصعيد على خلفية التعيينات العسكرية وموضوع المخطوفين العسكريين والأمنيين، بعد التوقف مع تاني وآخر فاصل بسياق كلام بيروت. الاستحقاق الرئاسي عنوان بارز اليوم بجريدة الجمهورية من خلال ما أشارت إليه عن أن بكركي ستشهد غدا لقاء بين البطريرك الراعي وسفراء الدول الكبرى
والسفير البابوي جابرييل كاتشيا وممثل الأمم المتحدة بلبنان لوضع أمام مسؤوليات وحض على تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، علما أن البطريرك الراعي ب 26 الجاري سيسافر لفرنسا حيث سيلتقي الرئيس فرانسوا أولاند. كيف ممكن يعني يترجموا يعني الدول يلي السفراء كانوا حاضرين بلقاء بكركي بالامس تمني البطريرك يروحوا على حارة حريك، يروحوا يشوفوا حسن نصر الله، لانه اللي عم بيعرقل هو انتخابات رئيس الجمهوريه هو حزب الله. حزب الله او العماد عون؟ أو حزب الله هو ياخذ ميشيل عون، جنرال عون ياخذه ذريعه. يعني ما بده العماد عون رئيس؟ لا لا لا، حزب الله يتلاعب بعون. هلا انا يعني انا يعني ابصم بالعشره، لو كل قوى 14 اذار وافقت على جنرال عون، حزب الله سيقف ضد جنرال عون. ليش اذا قوى 14 اذار ما بتقطع الشك باليقين وبتمشي بالعماد عون؟ يعني الرئيس الحريري كما بدا ما عنده مانع اذا المسيحيه وافقوا عليه، اذا اختاره المسيحيون. الرئيس الحريري بكل القوى تقول من يوافق عليه المسيحيون فهو موافق، ولكن هذه ثقافه، برجع بقول لك في ثقافه ثانيه، ثقافه الفراغ. مطلوب نعم. الان هو ان يكون هناك فراغ على المستوى الجمهوري، هناك وصولا الى ابعد من ذلك، يعني هناك فراغ على كل مستويات مستوى الدوله. من اجل هذا قرار حزب الله الوصول لمؤتمر تاسيسي، مؤتمر تاسيسي، انقلاب كامل على الطائف، انقلاب كامل على هيكليه الدوله اللبنانيه، على هويه لبنان. هم يتلاعبون يعني محبه الجنرال عون للوصول الى سده رئاسه الجمهوريه. نعم، يعني اخذوا منه ما يريدون وما زالوا ياخذون منه ما يريدون ويتلاعبون به كما يشاءون، ولكن في حقيقه الامر انهم لا يريدونه، لا يريدونه. اذا وصل العماد عون الى بعبده، تعتبر انه حزب الله بيكون وصل الى بعبده؟ والله شوفي، انا ضد سياسه الجنرال عون، ولكن ما اعتقد في ثقافه الجنرال عون. نعم، وهذا ما هم ما يخشونه، عندما يصل الى سده رئاسه الجمهوريه سيضع لهم حدود، سيتعاطى بمبدا الدوله. يتعاطى بمبدا الدوله والحفاظ، لا يريد جيشان، يريد جيش وطني واحد. هون بدي ارجع لسؤالي، انه ليش قوى 14 اذار ما بتمشي بالعماد عون؟ مش احلى من الفرق؟ وهذا ما يردده يعني هم جماعه حزب الله، هم الذين يرددون هذه المقوله. نعم. في الداخل يعني على النهايه عندهم مرشحين اخرين، 14 اذار ما عندهم مرشح جنرال عون، قالوا له ننزلوا. نعم. على الانتخابات، ينزلوا على الانتخابات شرفي، يأمنوا النصاب المضبوط القانوني وينتخب ما ينتخب. حوار عون والقوات بعتقد يعني رح يثمر، 14 اذار في عنده مرشحين، يعني رح يثمر حوار عون والقوات اللبنانيه، انه يثمر مثل يعني يثمر حوار حزب الله وتيار المستقبل. لا لا، على ارقى شوي، على ارقى شوي، انه هنيك ما في بضاعة اسمه حزب الله حامل السيف وماشي، في حوار بين قيادتين موجودين لحتى يحافظوا على الحد الادنى لوحده الصف المسيحي. نعم. مش بس للوصول لرئاسه الجمهوريه، يعني مثل هون نحن عم نحاور، نحن نحاور لحتى نمنع التشنج او نحافظ على شوي بعض الامن، هناك للحفاظ على الصف المسيحي، وحده الصف المسيحي امام ما يشهده هذا، ما يتعرض له الاخوان المسيحيون في منطقه الشرق الاوسط من عمليات يعني سيئه جدا واستفزازات وانتهاكات لهم. فهناك اما ان يصلوا الى اتفاق حول مرشح تسويه او مرشح رئيس جمهوريه، لا لا اعتقد. التعيينات الامنيه هل ممكن تكون مفصل بحياه الحكومه؟ هي محك، لانه كل يوم في تصعيد من العماد عون بهذا الاطار. الحكومه اللبنانيه مرقت بعده مطبات، وكنا كل مره نقول انه هي المحك، ستفرط الحكومه، هذا الحكومه، فنرى يعني نادى الوقت. بالنهايه بيجي الامر، بيجي الامر، فهناك يعني في هناك من يعني ينتظر الاوامر وينفذها. هل حزب يعني الله هل هون بوارد يزعل حليفه العماد عون؟ بدك تشوفي شو المعطيات الجديده بالمنطقه، شو التطورات الجديده بالمنطقه، ايه ما عنده مشكله حزب الله يدعس على حلفائه ويكمل مشواره، ما عنده مشكله يبيع حلفائه ويمشي، ما عنده مشكله يتاجر بقضايا حلفائه ويمشي. الا بالرئاسه. هو مشروع، هو مشروع، هو مشروعه الفراغ، حزب الله لا يريد. نعم. ان يكون هناك رئيس جمهوريه للبنان. بجريدة الأخبار اليوم العماد عون بيدعي شركائه كي لا يفسروا انفتاحه ضعف، وبتقول مصادر عونية نحن ذاهبون لمشكل حقيقي على خلفية موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، والعماد عون ينظر إليها كرأس حربة بسعيه إلى قلب الطاولة. اتفق خلال اجتماع تكتل التغيير والإصلاح على أنه ممكن يكون في قرار بالاعتكاف او بالاستقالة جديا، واذا ارادوا ان يحكموا من دون التكتل فليحكموا.
يعني نحن شايفين انه الحكومه الموجوده الحاليه هي يعني حكومه يعني القدر الممكن، يعني يعني اذا استقالوا ولا ما استقالوا ولا راحت الحكومه وبقت الحكومه، ما هي بالحقيقه الامر ما في كيان دولي مظبوط موجود يعني. بس في ضوء اخضر خارجي خلى هذا الوضع، فما حدا يهدد انه والله انا يا انا اللي بدي اياه بيصير، يا انا يا بخرب البلد يا بتروح بلا حكومه. خلص يلي ما بده يقعد على جنب، ما حدا يهدد، ما حدا يضغط علينا، ما حدا يقول انا اذا هذه بكره ما عجبته التشكيلات الأمنية لا أنا بقعد على جنب أنا بفرط الحكومة. أنت مين؟ أنت مين اللي حتتهدد من حيث المبدأ العماد عون بمطالبته بتعيينات جديدة، أليس محقا أنه قدرتوا تعينوا لجنة رقابة على المصارف، قدرتوا تعينوا أمين عام لمجلس الوزراء، ليش الأمر منه سيان بالقيادات بالتعيينات الأمنية؟ للأسف الشديد أنه نحن عايشين بواقع أمني وسياسي كتير خطير. نعم كتير خطير، منا مستعدين يكون في عنا اي ثغره بالموضوع الاجهزه الامنيه او القيادات الامنيه او تشكيل القيادات الامنيه. الموجودون معروفون باوضاعهم بمناقبيتهم بدورهم. اذا جبتي اشياء يعني انا بعرف عون جنرال عون ماشي بالقصه بس كرامه صهره، يعني بده يفوت بالتعيينات لحتى يجي صهره هو قائد لجنه. ماذا لو كانت هيدي صهره مقابل رئاسه الجمهوريه؟ هو عم بيضغط على يعني هو عم يضغط لحتى نعم. يوصل صهره لقائد الجيش. هل تعتقد هل الفتره وانا ان شاء الله بيوصل صهره قائد الجيش بيجي جون اهوج رئيس الجمهوريه، وهو ما حيشوفه لرئيس الجمهوريه ميشيل عون. تعتقد انه اسهم العماد اهوج عادت لترتفع؟ يعني نحن بلبنان كل اسم قادة الجيش دائما الى ارتفاع. جريدة الديار بتقول اوساط دمشق نقلا عن اوساط دمشق انه هي راضية بالعماد اهوجي. يعني نحن شفنا بعدها بتقدر تفرض كلمة دمشق؟ شفنا تسلسل رؤساء الجمهوريات، يعني كان عندنا تقريبا نسبة من لا بأس بها يعني منذ الاستقلال من العسكريين بركي صار عرف بالاخر. هلا يصير عرف، انا ضد انه عسكرت رئاسة الجمهورية، نحن مع رئيس الجمهورية يكون مدني. الطائفة المارونية لا تخلو من القيادات الكبيرة التي تستطيع نعم. قيادة البلد والتي تستطيع أن تزرع الثقة وأن تأخذ الثقة من الكثيرين، فلينزلوا إلى البرلمان اللبناني ما يتركوا بقى نحن يعني بيحطونا بصراع، بيحطوا هذا الشخص أنت موعود أنك تعمل رئيس جمهورية، الشخص الآخر موعود رئيس جمهورية، بينسى شغله الأساسي وبلش يشتغل بلش يشتغل على أساس أنه أنا موعود رئيس جمهورية، لا بدي زعل فلان وبدي أرضي فلان، ما بيصير. قائد الجيش يجب أن يكون قائد جيش، قائد مؤسسة عسكرية. المرحلة كما تراها اليوم تفترض رئيسا ذو خلفية عسكرية أو اقتصادية، بما أنه كمان الوضع الاقتصادي على المحك. شوفي نحن لبنان نعيش نحن بمرحلة فيها مشكلات عدة، هي مشكلة سياسية، مشكلة أمنية، نعم. مشكلة اقتصادية، مشكلة عسكرية، نعيش بجو أزمات. فما ممكن انت تاخذي رئيس بس لجهه واحده، يعني ان يكون سياسي فقط، ان يكون امني او ان يكون اقتصادي، يجب ان يكون هناك رئيس جامع لكل تلك هذه المقومات، نعم. رئيس يستطيع ان يمون على الاجهزه الامنيه كما يستطيع ان يكون لديه الرؤيه الاقتصاديه والرؤيه السياسيه والرؤيه. يعني بموضوع المختطفين العسكريين والامنيين هلا بدي اقراهم سريعا. الدوله اللبنانيه سلمت جبهه النصره لائحه باسماء 40 موقوف، في مطالب جديده ولكن يمكن ان تمر، وفي اجواء ايجابيه. شو بفسر، كيف بتفسر ايجابيه هالاجواء؟ يعني هذا الموضوع كيف عم بيتحرك بناء على ولا شوف، يعني انا هذا الموضوع كثير كثير مؤسف، كثير مؤسف. نحن كنا نعم. مع المعارضه السوريه، ولكن ما حصل من خطف لفلذات اكبادنا من عناصر الجيش اللبناني هذا اثر كثيرا على مصداقيتهم. يعني من البدايه كان هذا الامر مرفوض، مرفوض بتاتا. نحن نتمنى دون اي مقايضه ومن اي كذا ان يعوا وان يدركوا محبه اللبنانيين، معظم اللبنانيين لما يقومون نعم. به كمعارضه سوريه، وان يفرجوا دون قيد او شرط على يعني كفى ماساه، كفانا ماساه، كفى تلاعبا بالمصداقيه، كفى تلاعبا باحاسيس اهلهم وبمشاعرهم. العساكر اللبنانيون هم أبناؤنا، الجيش اللبناني هم أبناؤنا، فلذات أكبادنا لو سمحتم أطلقوا سراحهم، وإلا فالأمور ستأخذ منحى تعقيدي أكثر من هذا الموجود الآن في الساحة السورية اللبنانية. بموضوع المحكمة الدولية، فارس خشان كتب بالمستقبل عن أن فريق الدفاع عن المتهم الفار أسد صبرة واصل استغلال وجود الشهود، منه امبارح كان الزميل الأستاذ علي حمادي، لعرض الوثائق التي تركز على نظام الأمن اللبناني السوري بمعاداة الرئيس الحريري بهدف المرافعة ضد هؤلاء لمصلحة عدم علاقة مجموعة تنتمي لحزب الله ومن ضمن صبرة بتنفيذ جريمة الاغتيال. ستافرو جبرة أخيرا بكاريكاتير جريدة البلد وتحت عنوان المسرح الحديث رسم
صورة ريمو جبارة وسط أوراق تحمل عناوين إنتاجه المسرحي، علما أنه الأستاذ الراحل ريمو جبارة رحل عن هذه الدنيا بنفس الوقت يلي كان عم بتم فيه وداع الممثل عصام بريدي، يلي من نحن من أسرة كلام بيروت، ومني شخصيا بكرر بتقدم بأحر التعازي لعائلته والزميل وسام. أنا بدوري بدي أعزي العائلتين وبقول بفقدنا لشاب من خيرة شباب لبناني اللي كانت امبارح كتير قصة مأساوية عملية العزاء تاعيته، واليوم نحن كمان خسرنا عملاق من عمالقة التراث اللبناني. أنا بعتبره ريمون جبارة قلعة عمود من عواميد بعلبك، خسرناه بهذه الفترة. هل بوديعه رح نكون كمان عم نودع الزمن الجميل برأيك؟ للأسف الشديد أنه إيه؟ أنه عم نودع يعني شخصية تلو الأخرى نفقدها. وديع الصافي كلهم يعني هذول رموز كبار 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 ولا سنفتقدهم، ولكن يعني إرثهم موجود، علينا الحفاظ على إرثهم، علينا أن نجدده، علينا أن نعلم الأجيال من هم، لأنهم هم يعني عباقرة، هم قلاع، هم عواميد كعواميد بعلبك من تراث اللبناني. أخذوا حقهم؟ لا لا لا، للأسف لم يأخذوا حقهم. للأسف الشديد الممثل والفنان اللبناني لم يأخذ حقه، رغم يعني ما قام به وزير الصحة مشكورا. نعم. بقضية التأمين الصحي، ولكن هذا لا يكفي فقط تأمينهم صحيا، يجب تأمينه اجتماعيا وحياتيا. بهالموضوع ممكن وصلنا لختام حديثنا. دكتور زياد العجوز رئيس حركة الناصريين الأحرار وسفير نوايا الحسنة بتكليف من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، أنا بدي أشكرك، وصلنا لختام حديثنا. شكرا جزيلا. بدي بالختام بس وجه تحية لعملاق العروبة الملك سلمان بن عبد العزيز، ولعملاق العروبي الآخر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل القادة العرب. شكرا جزيلا لك، شكرا للمشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.